بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن، معدات مزرعة الدواجن. إن شاء الله بنوفي طلبات كتير من عملائنا الكرام، طلبوا مننا الفانات. طبعا وفرنا لحضراتكم الفانة اللي هي 17 × 15، دي بتكون 23 من 100 أمبير، يعني بتصفي تقريبا 50 واط. طبعا بيكون السحب بتاعها من الناحية الخلفية، بتدي معايا الناحية دي. طبعا محترمة جدا جدا، بتشتغل طبعا بنظام كهرباء 220. تمام، طبعا موجود منها كميات زي ما حضراتكم شايفين كده، شغلها مستقر جدا. تمام، بتوصل كهرباء البيت العادية، موفرة للطاقة قدر المستطاع. طبعا احنا كده فصلناها اهي، هي بيكون الفريم بتاعها من الخارج من المعدن. تمام، وبتكون مروحة بلاستيك، وبرده الموتور بتاعها بيكون نفس فكرة الشفاط اللي هو الاتحاد الاوروبي. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده، دي طبعا بنستخدمها في عمليات التهوية جوه العنابر، كتير من الناس طلبوها مننا. طبعا متوفرة ان شاء الله لدى عباد الرحمن، متاح شحن لجميع المحافظات. اي استفسار سيبوه في تعليقات، يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعيل زر الجرس والدعم باللايك وشير. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.